يلا نبدأ بموقع جول العالمي اللي الحقيقة سلط الضوء على تعادل المنتخب المصري مع موزمبيق، وكتب ركلة جزاء المنتخب الوطني أو المنتخب المصري في الوقت القاتل تحرم موزمبيق من الفوز الأول في كأس أمم أفريقيا. كمان وصف الموقع عرض المنتخب الوطني أو المنتخب المصري أمس بالعرض السيء. موقع يورو سبورت اهتم بالمباراة وكتب: منتخب موزمبيق كان على وشك تحقيق مفاجأة كبيرة بعد النجاح في تسجيل هدفين في 4 دقائق، لكن ضربة الجزاء للمنتخب المصري القاتلة في الدقيقة 97 بتحرم موزمبيق من الفوز الأول في تاريخهم بالكان وتحقيق المفاجأة. على مستوى أوروبا ومستوى إنجلترا، صحيفة جارديان البريطانية كتبت: ركلة جزاء محمد صلاح في الوقت القاتل بتنقذ مصر من يوم صدمات كأس أمم أفريقيا، تحديدا بعد تعادل نيجيريا مع غينيا الاستوائية وخسارة غانا من كاب فيردي 2-1. اهتم كمان موقع ليفربول بالمواجهة وكتب: محمد صلاح يسجل هدف من ركلة جزاء في الوقت القاتل وينقذ مصر من مفاجأة في كأس أمم أفريقيا. أشار الموقع كمان أن موزمبيق الحقيقة نجحت في قلب موازين المباراة، لكن الكلمة الأخيرة كانت لقائد المنتخب المصري محمد صلاح بتسجيله هدف التعادل في الوقت القاتل. في إيطاليا، كوريدي للسبورت الإيطالية سلطت الضوء كمان على المباراة وكتبت: محمد صلاح ينقذ المنتخب المصري في الدقيقة 97 في مباراة مصر وموزمبيق، كما فعل أوسيمين في مباراة نيجيريا يعني اللي كانت كمان انتهت بالتعادل 1-1. سلطت الصحيفة الضوء على مباراة كاب فيردي مع غانا واحتلال كاب فيردي صدارة المجموعة بعد انتهاء مباريات الجولة الأولى. دي كان تقريبا معظم الصحف والمواقع العالمية اللي بتتابع، وكل العالم الحقيقة بيتابع بطولة أفريقيا، لأن زي ما بقول لحضراتكم مليانة نجوم كلهم بيلعبوا في التوب ليفل وفي التوب 5 ليج.